مشاهدي الأحرار، أهلا بكم من جديد. اختتمت بطرابلس حملة حبها ابنيها، والتي أقيمت بمبادرة عدد من الشباب، وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف الشرائح العمرية والمناطق. وفي إطار الحملة تم تقديم عديد العروض التي أبرزت أهم الأهداف التي صبا إليها المنظمون. مجموعة من الشباب أحبوا الوطن وأرادوا بناءه، كيف ومتى وأين؟ هذا ما جعلهم يطلقون حملتهم حبها ابنها، التي انطلقت في 20 مدينة بمختلف بقاع البلاد على مدار 30 يوم، حظيت بمشاركة مكثفة من شباب تلك المناطق. اخترنا المواضيع من الأصل، مش جذور، هذه اللي فكرنا فيها، إن أي أن عدة مشاكل بهي سبب المشكلة هي شني، وسبب هي المشكلة شني، وهذا سبب المشكلة شني، فكانت كنا نواجه التوعية، الأخلاق، مش شعور بالانتماء نحو الوطن، فاخترنا التراث والأخلاق والقراءة، وطبعا موضوع النظافة كان موضوع مهم جدا، لأن احنا درناه كموضوع توعية أكثر من هو نحن نطلع وننظفه. يعني الشباب زي ما قلت يعني هم المستقبل زي ما كنا نعرفه كلنا، وضروري أن احنا نغرسه فيهم فعلا حب الوطن ونزيده ونغرسه فيهم. طبعا هذا الموضوع لازم يكون عن طريق تشجيع المبادرات، يعني حتى في برنامجي في وزارة السياحة والبرنامج اللي نتكلموا فيه مع فئاتنا زياراتنا للمدن والقرى المتعددة نتكلموا عليه موضوع المبادرة، فمبادرة الشباب هؤلاء الشباب كانت مبادرة جيدة. الحملة قسمت لأربع أسابيع، واختير موضوع لكل أسبوع كالقراءة والنظافة والأخلاق والتراث. وكون تلك المواضيع مشاكل يعاني منها الشاب الليبي، استهدفت الحملة الشباب بإقامة الندوات التوعوية والتثقيفية والبوادر في تنظيف وتزيين مدنهم، إضافة إلى التذكير بالتراث الليبي الأنيق. طبعا فكرة حب ابنها هي احنا مش حب ابنها ليبيا طول، بس حبك أنا وتحب نحب غيري وغيري يحب غيره، إذا هيك حبنا بعضنا، وبعد نحبوا بعضنا نحبوا ليبيا، ولما نبدأ أنا نخدمك وأنت تخدمني ونخدموا غيرنا وغيرنا يخدمنا بنيناها، هيك نكون حبينا بعضنا وحبينا ليبيا وبنيناها. جت المقولة هذه مش فردية، جت لكل قرية لكل ريف كل مدينة كل شخص ليبي يحب ليبيا ويبنها. حملة حبها ابنها، الشيء اللي فاجأنا في غريان هو حملة حبها ابنها، خلتنا نشوف الصورة الحقيقية للناس غريان، لأهل غريان، لشباب غريان. الحملة هذه هي اللي ورتنا الشيء، هو الناس في الحملة ما كانتش تعرف شنو هي الحملة، بعد ما وضحنا لهم شنو كانت الحملة وشنو تعني شنو أهدافها شنو مضمون الحملة، شفنا تعاون رهيب من الناس بجد. يعني كنا نحسبه أنه عايشين في عالم سلبي، نحسبه أنه عايشين في مدينة أغلب الناس سلبيين، هذا اللي كنا نحسبه احنا. بعد ما جربنا الحملة لقينا، يعني بعد ما اشتغلنا في الحملة واشتغل الشباب التوحد وفريق ما شاء الله عليهم، كان عدد الشباب ما شاء الله، اشتغلنا في فريق الحملة بجد، يعني كان الشغل والفيدباك من الناس يعني كانت بجد كويسة. رغم انتشار مؤسسات المجتمع المدني والفرق الأهلية بشكل كبير، إلا أن هذا لم يؤثر في حجم البرامج الحقيقية الهادفة التي نقف اليوم أمام أحد منها. معتز الخريف، ليبيا لكل الأحرار، طرابلس.